المشروع صورة مشرفة للمصري القادر على مواجهة التحديات وبناء المستحيل. كما تعتبر قناة السويس الجديدة هدية مصر للعالم من خلال ما توفره من زمن قياسي في عبور السفن. كما تخطط الحكومة المصرية ولوجستي عالمي على جانبي القناة سيسهم في تقديم خدمات بحرية للسفن العابرة في القناة. ويرى المحللون أن مصر قدمت من خلال تدشين قناة السويس الجديدة قدمت للعالم شريانا ملاحيا جديدا يساهم في ازدهار الاقتصاد المصري، مشيرين إلى أن مصر ينتظرها مستقبل باهر بالمشروعات العملاقة والمنتظر إقامتها بمنطقة قناة السويس والتي ستوفر الآلاف من فرص العمل للشباب. رحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن ماذا بعد حفل الافتتاح وردود الأفعال بشأنه؟ نجدد الترحيب بالأستاذ عبد المنعم حلاوة الخبير في شؤون الشرق الأوسط. أستاذ عبد المنعم، في البداية بشكل مجمل، يعني رؤية حضرتك للاهتمام العالمي الواسع بحفل قناة السويس، افتتاح قناة السويس اللي كان بالأمس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية احنا بنهني الشعب المصري كله بالإنجاز، وبنهني الشعب العربي كمان، لإخواتنا في الدول العربية يعني بالحضور المشرف اللي كان موجود، بالمساندة المشرفة لمصر في إتمام مثل هذا المشروع منذ البداية وحتى النهاية. الأهم من ده كله طبعا إن أكبر شهادة دولية كانت موجودة في مصر خلال اليومين اللي فاتوا هي الحضور المشرف من جميع الدول العالم. تقريبا كل دول العالم كانت موجودة وكانت ممثلة، بعض رؤساء الدول المهمة في العالم كان على رأسهم فرنسوا أولاند، حتى كان رئيس وزراء إثيوبيا كان الحضور العربي المشرف. فاحنا عايزين نتكلم إن أبلغ دليل على رد الفعل هو اهتمام بالحدث في حد ذاته، سواء كان الكلام ايجابي او سلبي، لان وجهات النظر بتختلف وتحكمها اهواء وتحكمها محددات تتعلق في مجملها بالسياسه الدوليه. نعم. لكن النهارده في اكثر من 1600 مقال وتقرير وخبر عن افتتاح قناه السويس على جميع الصحف والمواقع العالميه، جميع وكالات الانباء، جميع شبكات التلفزيون الامريكيه والصينيه واليابانيه والاوروبيه تتحدث عن الحدث. اعتقد انه لو لم يكن الحدث مهم ما كان احد اهتم ان يبرزه، سواء كان سلبيات او ايجابيات. وكان بيذاع ايضا على الهواء مباشرة بالأمس طبعاً في عدد من المحطات المباشر. فليس أبلغ على اهتمام العالم بما حدث في مصر وما حققه الشعب المصري سوى هذه التغطية الإعلامية وهذه المساحات الطويلة التي أفردت في كبرى الصحف وكبريات الصحف وكبريات وكالات الأنباء العالمية. نعم. مبدئيا أي مشروع في العالم ربما يكون له سلبيات وأيضا يكون له إيجابيات، فالتركيز على السلبيات أو الإيجابيات شيء وارد، لكن المهم أن الحدث في حد ذاته كان حدث مبهر للعالم. الحدث في حد ذاته كان إنجاز بالفعل يستحق من الشعب المصري أن يفخر بنفسه ويفخر بقيادته ويفخر بالحكومة الموجودة حاليا والتي تحملت أيضا الصعاب لإنجاز هذا المشروع. الشعب المصري كان هو بطل الحالة وكان هو بطل الصورة بلا منافس، لأنه مظاهر الفرح يعني حقيقة لم تقتصر فقط على محافظات القناة المحيطة بقناة السويس، بس امتدت لكل المحافظات طبعاً بشكل طبعاً. يعني مبهر ده حقيقي. بالفعل الشعب المصري يا فندم أدرك حجم الإنجاز. امبارح بلا مبالغة كان يوم الحقيقة، هي أثبت للعالم كله حقيقة مصر والشعب المصري، أثبت للمصريين أنفسهم حقيقة أن لديهم قدرات جبارة ربما إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا فعلوه. السفير الأمريكي نفسه كتب تغريدة على تويتر، السفير البريطاني، المصريين إذا أرادوا شيئا حققوه بلا منافس. النهاردة تغريدة من الشيخ محمد بن راشد حاكم الإمارات، المصريون أثبتوا أنهم قادرون. امبارح كانت ساعة الحقيقة أمام العالم كله، أن قررنا حلمنا أولا ثم قررنا فكانت إرادتنا فكانت الحقيقة أننا أنجزنا. طيب نبتدي مع حضرتك في تفاصيل بعض ردود الأفعال وتحديدا ما جاء على المحطات العالمية أو على لسان أيضا الصحف. شبكة CNN الإخبارية الأمريكية ذكرت أنه افتتاح قناة السويس من شأنه تعزيز وضع مصر على الساحة الدولية بعد سنوات من الاضطرابات. إلى أي مدى حضرتك شايف أنه بالفعل افتتاح قناة السويس وبعد يعني مظاهر الفرحة العارمة وبعد احتفالنا المبهر والمبهج هيكون هناك رغبة حقيقية من الشعب في العمل والإنجاز والإخلاص لجني ثمار هذا الافتتاح؟ لا شك أن قناة السويس كانت شاهد على عظمة الشعب المصري منذ أكثر من 46 عام. صحيح. الآن هي شاهد أيضا على عظمة وهرة هذا الشعب في أحلك لحظات التاريخ التي يمر بها أي شعب. لحظة اضطرابات، لحظة انقسام،
إلى حد ما، لحظة خوف من المستقبل، لحظة حرب ضروس ضد الإرهاب وضد عدو داخلي يتعامل وفقا لمخططات خارجية. السر الرئيسي في فرحة المصريين بس مش إن هم احتفلوا بفتح قناة ستدور لهم دخلا اقتصاديا وفرص عمل والأحلام العريضة التي يعقدها الكثير على المشروع، لكن أيضا أثبتت قدرتنا على هزيمة الإرهاب، وده شيء مهم جدا. أثبتت كمان قدرتنا على المضي قدما والخروج من نفق مظلم هو نفق اضطرابات وانقسامات ودمار أصاب دول مجاورة ودول كان يشار لها ببنان زي ليبيا وزي سوريا وزي اليمن. نرجو صحيح. من الله سبحانه وتعالى أن يفك كربهم قريبا إن شاء الله. أمين. في ظل كل ما يحدث حولك في المنطقة وفي ظل كل الخراب والدمار والخوف والاضطرابات الموجودة، تجدين أن هناك إنجاز ضخم العالم كله يتحدث عنه. هذا هو السبب الرئيسي لفرحة المصريين. مجمل ما أتى في الصحافة العالمية اليوم وتركيزهم كان على كان هناك مخاوف أمنية استطاعت مصر أن تتغلب عليها، كان هناك اضطرابات سياسية استطاعت مصر أن تعبرها، كان هناك أزمة اقتصادية طاحنة حتى أن قبل تولي الرئيس السيسي وفي فترة 30 يونيو كان الاحتياط النقدي لا يكفي مصر غذاء لتوفير الغذاء وأساسيات الشعب المصري 3 شهور. صحيح. يعني كنا في أزمة خانقة، كنا في أزمة طاحنة. كان أكثر المتفائلين بما يجري في مصر أننا سننهض بعد من 5 إلى 10 سنوات. الآن بدأنا ننهض وبدأنا ننهض بقوة. الآن حققنا إنجاز تاريخي وإنجاز هام في تاريخ ولكن مصر. لابد من الحفاظ على هذا الإنجاز أن يتم بقى العمل والبناء عليه. الزخم الرئيسي وقوة الدفع التي استمدها المصريون من هذا المشروع يجب أن تستمر. طبعا. ويجب أن توجه بشكل إيجابي نحو هناك العمل. هناك طاقة إيجابية يا فندم الآن. طبعا. في الشعب المصري الجميع سعيد. ربما هناك فصيل كالعادة يحاول أن يحبط ويحاول أن يقلل ويحاول أن ينتقد، هذا أمر أعتقد أنه أمر تجاوزناه وتجاوزه الشعب المصري. طبعا. أصبحنا معتادين على ما يحدث وأصبحنا معتادين على ما يقال، وأصبح الشعب المصري مدرك أن ما يقال في الصحف الأجنبية وما يقال في الخارج ليس قرآنا. ربما هي إشارات سياسية تهدف إلى 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 إحباط المصريين، فأصبحنا نتعامل مع ما يقولون. إذا كان إيجابيا فخيرا فعله، وإن كان سلبيا لا نلقي له بالا، لأننا أمام تحدي هو أن نستمر في العمل. الاستمرار في العمل يجب أن يبدأ منذ اللحظة الأولى، منذ اليوم، من النهاردة بدأنا الشغل. 22 سفينة تعبر قناة السويس الجديدة، 35 سفينة أخرى تعبر في الاتجاه المعاكس. منذ اليوم الأول بدأنا العمل. يجب أن نستغل قوة الدفعة هذه. مشروعات المؤتمر الاقتصادي في مارس الماضي 50% تحولت إلى عقود بدأت تؤتي ثمارها. إذن هناك اتجاه إيجابي في الشعب المصري نحو العمل. والشعب في حاجة إلى أن يرى مردود هذه المشاريع والمؤتمرات على أرض الواقع، محتاج يحس بتغيير بس في حياته أيضا. أهم حاجة أنه هو يحس بتغيير في البيئة العامة. في البيئة العامة. أنا عايز أقول لحضرتك معلومة مهمة جدا. الشعب المصري برضو شعب ذكي. وبدأ يفطن أن الدعوات التي تقول أين ثمار كذا وأين ثمار كذا، الشعب المصري يدرك أن مشروعات ضخمة ستستغرق وقت لتنشأ وتستغرق وقت لتم الانتهاء منها. أصبح أكثر تقبلا لهذه الفكرة. بالفعل أصبح أكثر صبرا، لأنه يرى أن هناك قيادة تفكر وهناك حكومة تعمل وهناك شعب. إنجازات. بالفعل على أرض الواقع. فأصبح يدرك أن هناك مشروعات تم اتفاق عليها، لكنه يدرك أن كل شيء يحتاج إلى وقت لينجز، ثم هناك تأتي الثمار، ثم هناك يكون الرخاء. أعتقد أن الشعب المصري تجاوز المرحلة دي بمشروع قناة السويس. عندما أعلن عن الاكتتاب على قناة السويس وبيع سندات قناة السويس، الجميع ذهب واشترى، رغم أنه ربما كان الأمر فكرة. جمعنا 60 مليار جنيه مصري في أقل من أسبوع وكان هناك فكرة، لكن الشعب المصري آمن بالفكرة، آمن بالحكومة، آمن بالرئيس، ثم بدأ يعمل إلى حد ما بشكل إيجابي في هذه اللحظة. الشعب المصري الآن أعتقد أننا تخطينا مرحلة التأثير علينا. الوعي الجمع المصري أيضا أصبح غير عابئ بما يقال. حاول البعض العبث بالوعي الجمع المصري والتأكيد أن هناك انقسام ما بين نظام قديم ومؤيدي نظام جديد ومؤيدي السيسي وغيره. الشعب المصري لا يوجد به أي انقسام، هناك مؤيدين لمصر ومؤيدين لما يجري في مصر، وهناك من يريدون تعطيل المسيرة. الوعي الجمع المصري أصبح أكثر قوة وأكثر ثقة بمصر الآن في مثل هذه اللحظة التاريخية. طيب، وسائل الإعلام المختلفة أيضا أظهرت يعني مشاعر الفرحة العارمة اللي كانت بيشعر فيها المصريين، ليس فقط ممن حضر الافتتاح ولكن في مختلف المحافظات، رفع الأعلام المصرية، الهتافات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف ترى تأثير ده على الشعوب الأجنبية؟ بالفعل هو ردود افعال ايجابيه، يعني عند المواطن الاجنبي نفسه الان بمجرد رؤيته للانجاز. انت عارفه حضرتك احيانا تكون الانتقادات ويكون الموقف السلبي من مصر مفيد. لماذا؟ عندما تحدثنا عن مشروع حلم قناه السويس قبل عام، وعندما قال الرئيس سننجزه في عام وطلب هذا، كان هناك هدوء، هجوم
ضاري على مصر، وهجوم ضاري على الرئيس، وهجوم ضاري على الشعب المصري، وأحاديث عن أن هذا المشروع هو مشروع غير مجدي، وأنه لن تنجح مصر. الهجوم الضاري كده رسخ في وجدان المتابع الأجنبي للأحداث أن هذه الحكومة فاشلة، وهذا النظام قمعي، وهذه الدولة لن تنهض. الآن أصبح يرى الحلم حقيقة، والآن رأى كل العالم ما حدث في مصر. فالهجوم الضاري الذي حدث في البداية عاد فكرة أن هذا الشعب ليس كما كان يصور لنا الإعلام، ليس كما كان يدعي البعض أن هذا الشعب لن يحقق أي إنجاز. فأصبح الدعاية السلبية التي روجها البعض وبعض التنظيمات بدعم من دول ودعم من أجهزة غربية ودعم من أجهزة إقليمية وقنوات للأسف إقليمية وعربية، أصبح هذا الهجوم في صالح مصر، لأننا الآن استطعنا أن نكذب عمليا وعلى أرض الواقع ما جرى، في ظل كمان حديث مستمر عن اضطرابات، عن أحداث إرهابية في سيناء، عن عمليات اغتيال، عن تفجيرات في كل مكان في مصر، ومحاولة تشويه مصر أنها تحولت إلى أفغانستان أو إلى سوريا جديدة. يأتي المصريون في وجود أكثر من 1500 شخصية في قلب سيناء وبالقرب من المنطقة الملتهبة في شمال سيناء، ويحضر العالم وتصور كاميرات العالم الاحتفال المصري في كل المحافظات بمنتهى الأمان وبمنتهى الحرية وبمنتهى الفرحة في عيون الشعب المصري. إذن أين هي التنظيمات الإرهابية التي كان يصور أنها تسيطر على القاهرة وتسيطر على شمال سيناء، وكانت في سبيلها الاحتلال الشيخ زويد، وكانت في سبيلها لتكرار نموذج العراق وسوريا في مصر؟ كل هذا تلاشى، لكن تلاشى أمام ماذا؟ تلاشى أمام إنجاز على أرض الواقع، أمام عمل وليس مجرد أقوال. أعتقد أن تجربة قناة السويس علمتنا درسا هاما جدا، أن أفضل طريقة ندافع بها عن أنفسنا، أفضل طريقة نقدم بها أنفسنا للعالم، هي العمل. العمل والإنجاز. وهي الإنجاز. لا نحتاج لأحد يدافع. بس دعنا نكون متفقين أيضا أستاذ عبد المنعم أنه في مقابل وفي مواجهة هذا العمل والإنجاز هيكون ليك أعداء برضو بيحاولوا إحباطك وبيحاولوا القضاء على مثل هذه الإنجازات وتعطيلك بأي شكل من الأشكال. بالفعل يا فندم، ويظهروا أنا كمتابع وأعمل بإحدى الهيئات الصحفية الأجنبية أتابع ما يحدث. هناك أحاديث، وهناك للأسف خبراء عرب وخبراء من بعض الدول العربية وخبراء من مصر أيضا يتحدثون عن عدم جدوى المشروع وعدم جدوى الاقتصادية. أنا عايز أقول لحضرتك النهاردة أن International Shipping Federation اللي هي المنظمة أو الاتحاد الدولي للنقل النهاردة مطلع بيان بيشيد بيه بشكل كبير جدا بقناة السويس، قال لك It's the time. قال لك فوز فيوتشر ذا تايم فور انفراستراكشر، اللي من يبحث عن المستقبل فانه الوقت المناسب للبنيه التحتيه من اجل المستقبل. التوقعات اللي ذكرت في التقرير ان حجم التجاره العالميه وتجاره الشحن سينمو ب 35% خلال ال 10 اعوام القادمه، يعني ممكن يبدا النمو منذ هذا العام. وفقا لتقديرات نمو التجاره العالميه ان 2015 سيشهد 3.6 نموا في التجاره العالميه. التجاره العالميه ستنمو في 2014 بمعدل 4%. هذه أرقام حقيقية يا سيدتي، هذا ما يتحدث عنه العالم الآن. البعض يشكك في الجدل الاقتصادية وأننا لا حاجة لنا. الوقت مهم جدا جدا لشركات الشحن، لأن الساعة الواحدة بتفرق مع شركة الشحن اللي جايب منتجات من الصين أو من الهند إلى أوروبا أو العكس. طبعا. الساعة الواحدة تمثل فرقا كبيرا في سرعة وصول السلعة، في تكلفة الاستهلاك الوقود، في تكلفة استهلاك الدعم اللوجستي للسفينة. أعتقد أن 39% توفير في زمن الرحلة داخل قناة السويس هو مكسب لأي شركة شحن. من يتحدث على أن التجارة العالمية لا تحتاج، فليحدثني لماذا إذن تفكر الصين في مشروعات ضخمة زي مشروع القطار لنقل البضائع من الصين إلى أوروبا وترصد له أكثر من 15 مليار دولار؟ من يحدثني عن أن التجارة العالمية التي تحتاج قناة السويس لماذا تجري الآن قناة بينما توسعات؟ لماذا يتم الحديث الآن عن قناة في نيكاراغوا لربط أيضا المحيط الأطلسي بالمحيط الهادي؟ لماذا لا يجري العمل في قناة القطب الشمالي؟ إذا كانت التجارة العالمية لا تحتاج لقناة السويس، فلماذا يتحرك العالم لمثل هذه المشروعات؟ وإذا كان نصيب مصر من التجارة العالمية سيخبو ويقل، فليحدثني أحد عن الاتفاق النووي الإيراني. نعم. وأن الشرق الأوسط ستتحول إلى مصدر جذب للاستثمارات، لأن إيران بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها ستتحول إلى مركز جذب للاستثمارات الأجنبية. أكثر من 6 وفود من دول أوروبية، رئيس وزير الصناعة ووزير التجارة الألماني، وفد إيطالي، وفد فرنسي كانوا في إيران. إيران دولة متعطشة للاستثمارات، بدأت تحديث أسطول النقل الجوي، بدأت شراء سفن. كل هذا سينعكس إيجابيا. حاجة العالم المتزايدة إلى النفط سيعزز أيضا من موقع قناة السويس بعد تعميق المجرى الملاحي والسماح بعبور حاملات
حملات نفط العملاقة وحملات الغاز المسال من منطقة الشرق الأوسط. طيب ده برضو بيستدعي الحديث بأهمية وسرعة البدء في محور تنمية بقى قناة السويس. احنا بنتكلم برضو هنا المحور ده شيء مختلف بسبب لأن بعض المشككين تحدثوا عن أننا قلنا أن عائدات القناة هتبقى 100 مليار دولار في سنة 2023. لم يحدث هذا. عائدات القناة سترتفع من 5 مليار إلى 13.5 أو 15 مليار. لكن ال 100 مليار هي عائد محور التنمية بالكامل. وقناة السويس هي جزء من محور التنمية. ليست المحور بالكامل. محور التنمية يتطلب سيكون هناك أنفاق تربط سيناء بالوطن الأم وهي مصر. سيكون هناك مناطق دعم لوجستي. سيكون هناك مناطق صناعية على رأسها روسيا. الرئيس الروسي أعلن اليوم أو روسيا النهاردة أعلنت أن هناك لقاء قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الشهر القادم. فأنت تحدثين عن أن روسيا أعلنت ميدفيديف أعلن أمس رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أعلن عن أن إقامة منطقة صناعية كاملة. في 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 المحور قناة السويس. تحدثين أيضا عن أماكن استزراع سمكي. تحدثين عن استصلاح أراضي وعبور مياه النيل تحت قناة السويس الجديدة. تتحدثين عن مشروعات ضخمة بدأ العمل فيها بالفعل وبدأ التخطيط لها وبدأ التفكير لها منذ فترة. الآن جاء وقت التنفيذ على أرض الواقع. الـ FDI أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي لا تأتي للدول بسهولة. يعني استثمارات يعني شركات تقيم مشروعات مباشرة في الدول بشكل مباشر وفقا للستاندرز أو المعايير التي المعمول بها في أوروبا وفي الدول التي تأتي منها هذه الشركات. لا يوجد دولة تضخ استثمارات أجنبية مباشرة في دولة بها اضطرابات سياسية. لا توجد دولة تضخ استثمارات سياسية في دولة بها إرادة ضعيفة. أما مصر الآن أنجزنا قناة السويس. الحالة الأمنية مستقرة. الاقتصاد المصري نتقدم بخطى ثابتة وفقا لتقديرات منظمات أو مؤسسات التقييم والتصنيف الدولي زي فيتش وزي ستاندرد أند بورز وموديز. إذن أصبحت الآن بلا شك مصدر اهتمام العالم، مصدر جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كل هذا سينعكس إيجابيا على الوضع في مصر، سينعكس إيجابيا على مستقبل الشعب المصري على مستوى معيشة أيضا المواطن. ده شيء مهم بالطبع. تتحدث عن أكثر من 3 مليون فرصة عمل عند انتهاء المحور. صحيح. فأنت بتتكلمي عن أن يعني فرص العمل، مستوى المعيشة، الدخل، ارتفاع مستوى المعيشة، ارتفاع مستوى الدخل، ربط سوق العمل بالتعليم، وجود شركات أجنبية وشركات عابرة للقارات ورؤوس أموال ضخمة في مصر خلال الأيام القادمة هو ضمانة حقيقية لأن العالم بدأ يغير نظرته لمصر. هو اتجاه حقيقي الآن من العالم للاستثمار في مصر كدولة لها ثقل، كدولة لعبت دور كبير جدا في عملية استقرار الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية. كمان عايز ننبه لشيء مهم جدا، أن أكثر القضايا التي تؤرق أوروبا الآن هي عملية الهجرة غير الشرعية. إذن هناك اتجاه أوروبي لتوفير فرص عمل وتنمية جنوب البحر المتوسط لوجود حكومات قوية قادرة على ضبط الحدود وتوفير فرص عمل لملايين الشباب حتى لا يضطروا الذي يخاطر نفسه في البحر. أعتقد أن المينتاليتي الدولية الآن هي بدلا من إنفاق الملايين لوقف الهجرة الشرعية وبدلا من إنفاق الملايين لإنفاق الملايين على المهاجرين غير الشرعيين في أمريكا وفي أوروبا، اعتقدوا أنه من الأفضل هو إقامة مشروعات تنموية في الدول الأفريقية وفي المناطق التي تمثل طرد حتى تستطيع أن تستوعب هؤلاء الشباب. ولا يوجد دولة في جنوب البحر المتوسط وفي أفريقيا أفضل من مصر لتلعب مثل هذا الدور. إذن كل المؤشرات سواء الاستراتيجية، كل العوامل السياسية، كل المتغيرات على أرض الواقع في الشرق الأوسط ترشح مصر بقوة للعب مثل هذا الدور في المستقبل. طيب حضرتك في معرض حديثك اتكلمت عن إيران والخليج العربي وتأثير بقى قناة السويس على المنطقة، لأنه جريدة عمان مثلا العمانية ذكرت أنه قناة السويس كانت وستظل خط الدفاع الأول لمصر منذ تاريخ إنشائها وحتى يومنا هذا، وكان أيضا لقناة السويس دور عسكري هام في حروب 56 و67 و73. اسمح لي أرجع للنقطة ديت نعرف من حضرتك الإجابة عليها بالتفصيل. ولكن معنا عبر الهاتف الدكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن. بنرحب بحضرتك دكتور نبيل. أهلا وسهلا ومبروك الشعب المصري بافتتاح قناة السويس الجديد. الله يبارك في حضرتك. وبعد هذا الاحتفال اللي شهدناه وشهدوا العالم أجمع بالأمس، كيف ترى الاهتمام العالمي وردود الفعل كما رصدتها حضرتك في الولايات المتحدة تحديدا؟ أنا في الحقيقة طلعت 2 من الصحف الاقتصاديتين الكبيرتين فاينانشال تايمز البريطانية في طبعات الأمريكية اللي قالت أن هذا التوسع في قناة السويس هيكون له تأثير مهم على حركة التجارة الدولية. المقال الثاني اللي لفت نظري برضه صحيفة اقتصادية يومية ألا وهي وول ستريت جورنال، الصحيفة الاقتصادية الأولى في أمريكا. اللي قالت حاجتين، أولاً
أن هذا المشروع يعني يحيط مشاعر قوية من الوطنية المصرية. وأيضا عنوان ذكر أن المحتفى في افتتاح قناة السويس الجديد هو القومية المصرية. فهم أشاروا إلى مشاعر المادة القومية في مصر على أنها مشاعر مهمة، وأن أمريكا يجب أن تكون على دراية. طيب إلى أي مدى دكتور نبيل الحفل الافتتاح ومشاعر الفرحة والسعادة اللي عاشها الشعب المصري بأكمله بالأمس في مختلف الأماكن والمناطق، إلى أي مدى هتعبر أو تساهم في تغيير الصورة اللي ربما كانت حاضرة لدى أذهان الشعب الأمريكي بشأن مصر والوضع السياسي في مصر في السنة الماضية؟ أولاً هتخلق إجماع دولي على أهمية مصر، مش بس روسيا، مش بس أوروبا، لا حتى المعارضين لمصر في أمريكا أو دول ثانية هيقدروا الأهمية الاستراتيجية لمصر، وأن مصر بعد 4.5 سنين من فترة تغيرات ذات الأهمية بدأت مستقرة، بدأت تساهم بطموحات ومشروعات هامة جدا هي فايدة على الاقتصاد الدولي. فنتمنى أن يخلق هذا الإجماع الدولي حول مصر. وبعدين الأمر الآخر هو أن مصر تساهم إيجابيا في تهدئة المنطقة، لأن طبعا فترة الربيع العربي كانت فترة تغيير، والتغيير عادة لا يكون سلمي أو سهل. فمصر ممكن تساعد في أمن الخليج، مصر ممكن تساعد في حل الأزمة السورية، مصر ممكن تساعد في القضية الفلسطينية اللي بيتم إحيائها بعد فترة التجاهل، مصر ممكن تساعد في الأوضاع الخاصة بليبيا، مصر يبقى لها دور أفريقي. فمصر تبقى محور ثقل يستطيع إعطاء فرص إيجابية للاستقرار في مناطق أخرى نظرا لتحسن الاقتصاد المصري. بالتأكيد دكتور نبيل هذه معطيات ثابتة في السياسة بشأن دور مصر ووضعها، ولكن هل هذه المعطيات حاضرة بشكل كافي في ذهن الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي؟ هو في الحقيقة الإدارة الأمريكية في حالة يرجى بها تتخبط، والأجندة بتاعتها معدودة، وحتى يعني قضايا السياسه الخارجيه والدبلوماسيه والامن القومي الموجوده على اجندتها متعثره، من اوكرانيا للصين لداعش للعلاقات مع تركيا لازمه اليونان للتعامل مع الربيع العربي لسوريا. فالاداره الامريكيه بطيئه. ومن يومين صحيفه الواشنطن بوست نشرت تقرير عن مجلس الامن القومي الامريكي، يعني ده انا متخصص في الامن القومي ومجلس الامن القومي الامريكي. في الحقيقه المقاله اشار الى ان هناك يعني ماساه في صناعه السياسه الخارجيه الامريكيه، وده كان امر بقوله كتير لطلبتي او بقوله في احاديثي، ان فعلا لا يوجد تخطيط، لا يوجد تنسيق في السياسه الخارجيه الامريكيه بين الدفاع والخارجيه والمخابرات، لا يوجد اي رؤيه، لا يوجد اي فهم لسياسه دول كتير. يعني مثلا لما كتبوا على اوكرانيا ومصر كتبوهم في نفس المساحة. قال عقد مجلس الأمن القومي الأمريكي جلسات طويلة حول مصر وأوكرانيا، وكانت الاجتماعات تنتهي بلا شيء. فلسه أمريكا ودارت بقى متأخرة شوية في فهم المواقف الدولية دي، لكن طبعا إرادة مصر وعظمتها ظاهرة واضحة لكل الناس في كل أنحاء العالم. نشكرك جزيل الشكر الدكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن. طيب تعليق حضرتك أستاذ عبد المنعم، وتحديدا فيما يتعلق بما ذكره دكتور نبيل من المأساة في صناعة السياسة الخارجية الأمريكية اللي بتعاني منها الإدارة الأمريكية حاليا على حد وصف دكتور طبعا نبيل. هي مأساة، يعني هي مش مأساة بس، ده هو بيتهم أوباما ان هو تحول الى كارثه على الولايات المتحده الامريكيه. يعني عايز اقول لحضرتك اللي كان في امبارح اول مناظره في الانتخابات الامريكيه القادمه، هي الانتخابات الامريكيه ان شاء الله هتبقى في نوفمبر 2016. كان في مناظره امبارح بين 10 من مرشحين محتملين للحزب الجمهوري اللي هم بياخدوا الانتخابات ليفوز احدهم بترشيح الحزب الجمهوري ويبدا المنافسه على الانتخابات القادم. كان في اول مناظره في سباق الانتخابات داخل الحزب الجمهوري بدات امس بمشاركه 10 على صوم طبعا دونالد ترامب وعلى صوم راند بول. العشرة اجمعوا على ان اوباما كان كارثه على الاداره الامريكيه. تحدثوا عن بعض المشاكل، ذكروا مصر تحديدا. واحد زي راند بول قال جمله خطيره جدا، قال امريكا فشلت في هزيمه الارهاب لانها لا يوجد لديها عبد الفتاح السيسي مباشرة. كان هذا رأي أحد مرشحين الحزب الجمهوري للانتخابات الأمريكية في مناظرة تلفزيونية لقناة فوكس نيوز في ملعب كرة سلة شهدها أكثر من 30 مليون أمريكي. قال هذا نصا، فشلنا في محاربة الإرهاب لأننا لا يوجد لدينا عبد الفتاح السيسي.
كان هذا القول، عبر عن كل يعني المفارقة أن المرشحين التسعة الباقين اتفقوا على ما قال. كان هذا أيضا مفاجأة، أي الجميع يتفق يا سيداتي على أن أوباما كان كارثة، أوباما بسياسته الخارجية. هيلاري كلينتون كانت جزء من الكوارث التي وقع فيها أوباما والتي أودت بالمنطقة إلى التهلكة، ومن قبلها كونديزا رايس. الموقف في أمريكا الآن أنه لا يوجد رؤية أو استراتيجية، هناك حالة تخبط بالفعل في التعامل مع صحيح. مصر اتخذوا مواقف عنترية، أوباما تحديدا اتخذ مواقف عنترية من مصر بعد 30 يونيو، علق المساعدات، علق المناورات العسكرية، أوقف الدعم الاقتصادي، شن هجوم على مصر، سمح للتنظيمات المتطرفة أن تعلو وأن تعزز موقعها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تشن هجوم على مصر من جميع مراكز الأبحاث، كان أقرب إلى قطر وإلى بعد وإلى تركيا من منه إلى مصر، والآن عاد مرة أخرى في مارس الماضي ليرفع كل ذلك، رفع تعليق المساعدات وبدأت الطائرات الأمريكية والمساعدات تصل إلى مصر. وجون كيري وزير الخارجية الأمريكي عندما كان في القاهرة منذ أيام قليلة بشأن الحوار استئناف الحوار الاستراتيجي معلق من 2009 يعني كانت ثورة يناير ثم ظل معلقا بعد ذلك، وطلبوا من مصر أن يقام الحوار كل سنتين. إذن نقصوا على أعقابهم وعادوا مرة نفس أخرى برضو إلى مصر. السياق لم نجد حضور أمريكي قوي في حفل افتتاح قناة السويس، يعني كان هذا في تخبط واضح. أعتقد أن جون كيري كان موجودا، لكن كان هناك تخبط في الإدارة الأمريكية في التعامل صحيح. مع مصر، بعض الآراء مختلفة في تعامل أوباما مع الشرق الأوسط، أيضا في الملف الإيراني أغضب أوباما الخليجيين وهم الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة الأمريكية، أغضب الجميع، أغضب حلفائه حتى في أوكرانيا نتيجة مواقفه المهتزة، أشعل نيران الحرب مرة أخرى مع روسيا، وقف عاجزا أمام الصين. إذن سياسة أوباما اتجاه من يريد أن يقيم موقف السياسة الأمريكية من مصر فليقيمها في المجمل. السياسة الأمريكية كانت كارثة على العالم أجمع، حلفائها في اليابان غاضبوا منها نظرا لأنه كان قزم أمام الصين، كوريا الجنوبية حلفائها غاضبوا أيضا لأنه لم يتخذ موقفا حاسما من كوريا الشمالية، في أوكرانيا انساقوا وراء الأحلام الأمريكية والحماية الأمريكية والآن وقفوا عاجزين أمام روسيا رغم العقوبات التي وقعها على روسيا، حلفاء الأوروبيين غاضبون جدا، المجتمع الأمريكي غاضب نتيجة أوباما لم يفي بأي وعد من وعوده للشعب الأمريكي، برنامج الرعاية الصحية لم يكتمل، إغلاق غوانتنامو لن يتم، الانسحاب من أفغانستان لم يتم على الوجه الأكمل، الانسحاب من العراق أدى لكارثة ظهور تنظيم داعش، الهجرة غير الشرعية والمهاجرين في أمريكا كارثة على الاقتصاد الأمريكي الآن، الاقتصاد الأمريكي يعاني الآن بشدة نتيجة سياسات أوباما. إذن الموقف الآن أوباما لم يعد أمامه إلا مصر إذا أراد أن يصلح الفترة القادمة من حكمه صحيح. والتي أعتقد أنه سيكون فيها مسلوب الإرادة نظرا لأن هناك حرب بينه وبين الكونغرس الأمريكي، نظرا لأن الكونغرس المسيطر عليه الجمهوريون يرفض الاتفاق النووي الإيراني، وهناك حملة من اليهود أيضا داخل أمريكا ضده، لكن هو أيقن أنه ليس أمامه حل غير مصر. أفرج عن المعونات، لجنة المخصصات في الكونغرس أقرت المعونات للعام القادم 2016 من موازنة العام القادم، بدأ في إرسال قطع غيار دبابات وقطع غيار طيارات وصواريخ وطيارات F-16 والأباتشي، وأرسل وزير خارجية جون كيري لإصلاح ما أفسده، لكن أعتقد أننا يمكن أن نقول لأوباما فاتكم القطار. بالضبط. طيب نرجع مرة تانية للنقطة اللي كنا بنتحدث فيها قبل الاتصال الهاتفي بشأن قناة السويس وافتتاحها فيما يتعلق بتأثيراتها على منطقة الخليج وإيران تحديدا. يعني كما أشرنا أن العالم الآن أوروبا أولا ليكون الصورة بمنتهى البساطة أمام المشاهد، لماذا قناة السويس مهمة للشرق الأوسط وأوروبا؟ فلنتحدث أولا عن أن الشرق الأوسط هي أكبر الدول أو أكبر المناطق استهلاكا للسلع في العالم، والقوة الشرائية في دول الخليج ودول الشرق الأوسط مرتفعة جدا، الشركات الأوروبية والشركات الأمريكية وغيرها من شركات الأسواق الناشئة في البرازيل وغيرها تضع الشرق الأوسط أمام عيونها كسوق مزدهر بصورة مستمرة، ده رقم واحد. ده أولا. رقم اثنين، البترول والغاز في منطقة الخليج لا غنى عنه لأوروبا، أوروبا الآن تعاني من حالة مجاعة طاقة بالفعل، تراجع بشكل كبير جدا إنتاج حقول النفط في بحر الشمال في الأوروبي، هناك نقص كبير جدا جدا في مصادر الطاقة في أوروبا، إيطاليا وألمانيا طبعا هي الدولة الصناعية الكبرى والعظمى في العالم، وهناك أيضا بريطانيا وهناك أسبانيا وهناك فرنسا تعتمد بشكل مباشر لا شك فيه أو لا لبس فيه على الغاز القادم من الشرق الأوسط من قطر، وكذلك على النفط القادم من دول الخليج العربي. هذان العاملان الأساسيان أعتقد أنهما كفيلان بضمان أن قناة السويس ستلعب محور كبير في تغيير أو في السيطرة، ستظل سنوات طويلة مسيطرة على أو ربما لعقود وربما لمئات السنين إلى ما شاء الله المسيطرة على أو المتحكمة في الحالة
العامة للاقتصاد العالمي والمسيطرة أيضا على الحالة العامة لسوق الطاقة العالمي وهو المحرك للاقتصاد. صحيح. في هذا الوقت تسيطر قناة السويس على 10% من حجم التجارة العالمي، 10% يمر بها 25% من تجارة الحاويات. الفترة القادمة سترتفع هذه النسبة زي ما قلت، لأن الاتفاق النووي مع إيران يضمن لإيران رفع العقوبات الاقتصادية. إذن إيران دولة متعطشة للاستثمارات، دولة تعيش في ظل حصار اقتصادي خانق، عدد سكان مهول، ربما لا يوجد بها استثمارات أجنبية على الإطلاق. الفترة القادمة ستشهد نموا كبيرا في التعاملات التجارية ما بين إيران وما بين أوروبا تحديدا. زي ما قلت حضرتك، أكثر من 6 وفود من دول أوروبية زارت إيران منذ الإعلان عن تبقى الاتفاق. إذن إيران ستكون محور هام جدا أو لاعب رئيسي في التجارة العالمية. سيتم أيضا رفع القيود أو الحظر المفروض على تجارة النفط الإيرانية. ستكون الأسواق الأوروبية المتعطشة للنفط مفتوحة على مصراعيها أمام الغاز وأمام النفط الإيراني. إذن ستنشط بلا شك حركة التجارة. عندنا حاجة مهمة جدا، عندنا الإيمرجينج ماركتس أو الأسواق الناشئة في العالم. هناك سوق ناشئة هامة جدا في العالم هي الهند. ده حقيقي طبعا. والهند من الأسواق الناشئة في العالم. الهند كقوة ناشئة في المستقبل، علاقتها بأوروبا تزداد قوة، والمنتجات الهندية أيضا بدأت تتحرك بشكل أو بآخر ناحية السوق الأوروبية. وأيضا نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة في الهند، هناك أيضا حركة تجارة متبادلة بينها وبين أوروبا. قناة السويس ستلعب هي العامل الرئيسي في هذا العام. عايزين نقول حاجة مهمة جدا، أن ازدياد اعتماد أوروبا على مواد الخام من إفريقيا يجعل من أيضا من قناة السويس عامل مهم جدا لنقل المواد الخام والسلع. طيب إذا قلنا أن كل هذا أمر مشكوك فيه وأمر ربما لا يؤتي ثماره كما يعتقد البعض، إذن ماذا عن منطقة محور قناة السويس؟ بالضبط. وتحويل منطقة قناة السويس إلى منطقة دعم السويس. دولة زي سنغافورة يا فندم، إذا كنا البعض يتحدث عن أن المشروع سيوجد، دولة زي سنغافورة تحقق تقريبا ما بين 90 إلى 100 مليار دولار من العمل في القيمة المضافة ودعم الحاويات وتجارة الحاويات وأيضا في الدعم اللوجستي. عندما نحول منطقة قناة السويس إلى منطقة دعم لوجستي إلى منطقة مناطق صناعية هامة، ستكون قناة السويس الآن من مجرد ميناء أو مجرد ممر لعبور السفن إلى منطقة تنتقل منها البضائع إلى العالم. وتأتيها أيضا المواد الخام من العالم أجمع. تأتيها الصناعات الأولية والصناعات الوسيطة ليتم تجميع الصناعات وتجميع المنتجات في شكلها النهائي وتصديرها إما إلى إفريقيا وإلى آسيا وإما إلى أوروبا. إذن ستحولين المنظومة الاقتصادية في مصر من مجرد منظومة عبور إلى منظومة تصنيع ومنظومة تجميع. وهنا تحدثي ولا حرج عن حجم الاستثمارات، حجم فرص العمل، حجم النمو الاقتصادي الذي سيتحقق، ارتفاع هائل في دور مصر وزيادة تحكمها في مسار التجارة العالمية وفي مسار تجارة الشحن في العالم أو صناعة الشحن في العالم. كل هذا لن يعود بالخير على شعب في العالم مثل الشعب المصري. كل هذا لن يعود بالخير على منطقة في العالم مثل منطقة الشرق الأوسط. سيفتح فرص عمل ليس فقط للمصريين، ستتحول مصر إلى دولة جاذبة للعمالة المضربة من كل أنحاء المنطقة ومن إفريقيا أيضا. إذن نحن نتحدث عن ربما يرى البعض أنها أحلام، ربما يرى البعض أنه مجرد حديث. لأن هيكون في برضه أستاذ عبد المنعم، غير أن هي يعني أحلام بعيدة المدى، ولكن من ممكن بالفعل تحقيقها، لكن هيكون في محاولات لتعطيلك بشتى الطرق. هيكون في للأسف يعني فيما يتعلق بالإرهاب، ملف الإرهاب، هيكون في فيما يبدو يعني كما يرى مراقبون هيكون في عمليات إرهابية في المنطقة بتحاول تعطلك. هيكون في برضه قيود من دول بتفرض عليك برضه في محاولة تعطيلك حتى لا تصل الى مثل هذه الدرجه من والحاله من من النشاط. انا عايز اقول لحضرتك ان سبب رئيسي في الهجوم على مصر هو ان في ناس مرعوبه من فكره نهوض مصر. نهوض مصر طبعا. رقم 2 ان في ناس مصدقه ان مصر تقدر. ما هو ما فيش حد او لا يوجد من سيقتطع من وقته للتفكير في الإضرار بمصر إلا إذا كان مقتنعا أن هذه الدولة تسير في الطريق الصحيح. صحيح. إذا كانت تنحدر إلى منحدر وإلى مستنقع لن يكلف نفسه عناء التفكير فيها، لأنها خلاص يعني انتهى الأمر بسبب يحدث في دول كثيرة في العالم وفي المنطقة للأسف. لكن لن يفكر أو لن يكابد عناء التفكير في كيفية هجم هذا الوطن إلا إذا كان موقن تماما أننا نسير في الطريق الصحيح. بالفعل نحن نسير في الطريق الصحيح. هناك محاولات تعطيل، هناك حملات
تشن على مصر من الآن، حملات تشكيك، هناك حملات لعودة مصر إلى مرحلة الاضطرابات، هناك محاولات دائما للترويج والتسكير ببعض الأحداث والدعوة لخروج مظاهرات، هناك بعض العلماء الذين باعوا أنفسهم وبدأوا يصدروا بيانات مثل نداء الكنانة ويحرض على قتل الجيش وقتل الشرطة وقتل حتى المصريين المدنيين، لأن كل من أيد هؤلاء فهو مثلهم. إحنا بنتكلم في ده لأنه لابد أن يكون المصريين على وعي ومعرفة ومستعدين بالتالي لمواجهة هذه المحاولات. الوعي الجمعي الوعي الجمعي للشعب المصري يجب أن يكون واعيا ومدركا لخطورة المرحلة، الأكثر أن يكون واعيا ومدركا لحجم الإنجاز الذي أنجزه طبعا. والأهم أن يكون واعيا ومدركا أن هناك من سيحاول التقريب من حجم الإنجاز، ليس لشيء إلا أنه يتخوف من إنجازات أخرى، يريد أن تتعطل المسيرة في عند هذه النقطة. البعض لم يتخيل أن مصر في خلال عام واحد فقط ستستطيع أن تقيم مؤتمر اقتصادي، ستستطيع أن يكون هناك قناة سويس، ستستطيع أن هناك هذا الاستقرار الذي شهد به العالم، ستستطيع أن تحتوي التنظيمات الإرهابية، وده كان شيء مثار رعب لهم، وهم كانوا معتقدين أننا في ظرف عام سنتحول إلى دولة بها حرب أهلية ما بين تنظيمات إرهابية تسيطر على مدن وتسيطر على قرى وتسيطر على محافظات بأكملها. الآن لم يستطيعوا أن يخرجوا من 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 عدة قرى بسيطة جدا جدا في شمال مصر أو في شمال شرق مصر في منطقة شمال سيناء، حتى عندما حاولوا. ده في حد ذاته مصدر قلق للقوى دي. طبعا ده في حد ذاته مصدر رعب، إذن هم يعيدون خططهم مرة أخرى. ما أنجزناه في سوريا وما أنجزناه في العراق وما أنجزناه في ليبيا لماذا لم ينجز في مصر؟ الإجابة بسيطة، هي الشعب المصري الذي وقف حائطا صدر أمام كل المحاولات لجاره للعنف ولجاره للإرهاب ولجاره لحرب طائفية ولجاره لصراع داخلي. الآن لم يعد هناك صوت يعلو على صوت الوطن. كلنا مصر. البعض يحاول بخباثة أن يحول الشعب ويقسمه إلى مؤيد لكذا، وإذا كنت سيساوي سترى أن ما حدث كذا، وإذا كنت داعما لجماعة سترى أن ما حدث ليس إنجاز. لا يوجد مثل هذا الكلام في مصر. إذا كنت مصريا سترى أن ما تحقق حتى الآن هو إنجاز بكل المقاييس، أما إذا كنت غير ذلك فلن ترى أن ما حدث هو الواقع. لكن لا يوجد فئة ثالثة، هناك من يحاول احتكار الوطنية، هناك من يحاول أن يحتكر هذا الوطن ويتحدث على أن الوطن منقسم ما بين دعم الدكتاتور والبكاء على الدكتاتور، ثم أننا الوطنيون وأننا يجب أن نغير وأننا يجب أن هناك نخرج. من يشكك أصلا في جدوى قناة السويس الجديدة أو في مدى أهميتها أو في اعتبارها أصلا قناة جديدة، بحجة أنهم وطنيون وأن ما حدث هو تهويل وتطبيل للنظام وصناعة دكتاتور آخر. هؤلاء ليس وطنيين ولا يعرفوا شيئا عن الوطنية، لا يعرفوا شيئا عن مصر، لا يعرفوا شيئا عن المواطن البسيط، عن آلاف العمال البسطاء الذين واصلوا ليلة بالنهار عملا لهذا المشروع، لا يعرفوا شيئا عن المصريين الذين خرجوا بالآلاف للاحتفال بمثل هذا المشروع. هؤلاء لا يعرفون فقط إلا ما يرون، إلا أفكارهم البالية التي لم تعد تصلح للمرحلة. نحن في حالة لحظة تاريخية مهمة. إما المطلوب بقى إما في هذه اللحظة التاريخية ده عشان يبقى اختم بالفعل حضرتك، المطلوب من الشعب المصري من الحكومة المصرية في هذه اللحظة التاريخية وبعد الافتتاح الأسطوري وبعد أيضا مظاهر السعادة والفرحة اللي كان الشعب المصري بالفعل في حاجة ليها، ماذا بعد؟ المطلوب من الشعب والمطلوب من الحكومة. كما نشير دائما أن المطلوب هو العمل ثم العمل صحيح. ثم العمل ده أولاً ده مبدئياً. طبعاً مش مبدئياً، أولاً هو الإيمان صحيح. الإيمان بالله والإيمان بهذا الوطن والإيمان أن مصر التي كانت دائماً هي الملاذ الأخير للأمة الإسلامية والأمة العربية ستظل أبداً هي الملاذ الأخير أيضاً للأمة الإسلامية والأمة العربية، ولن أبالغ إذا قلت للعالم أجمع. يجب أن نؤمن أولاً بأنفسنا ونؤمن بهذا الوطن، لا يهم من يحكم هذا الوطن، المهم أن نؤمن بهذا الوطن وأنه وضرورة بقاء وأنه هذا الوطن متماسك بالفعل. ده أولاً. ثانياً العمل ثم العمل. الرئيس حتى قبل ما يترشح وقبل ما يتكلم وقبل ما يأتي للحكم وهو لسه مرشح كان دائما يتحدث عن لن أستطيع أن أفعل شيئا بمفردي، لن أقدم لكم شيئا إذا لم تقدموا لأنفسكم. العمل ثم العمل من الشعب المصري. ثالث حاجة وده الأهم هو الثقة. يجب أن نثق في أنفسنا ونثق في مصيرنا ونثق في مقدراتنا ونثق في أننا أفضل وأننا سنظل الأفضل، نثق في كل شيء وكل خطوة، حتى لو لا قدر الله حدث خطأ ما، حتى لو فشلنا مرة، حتى لو أنجزنا مشروعا ثم لم يحقق الهدف منه، ليست هذه نهاية الدنيا وهذه نهاية الحياة. الحياة تجارب والحياة عمل مستمر والحياة كفاح والحياة خطأ وصواب، وحتى نتعلم الصواب
اعتقد اننا لا يجب ان نخطئ. هو بالتاكيد كمان استاذ عبد المنعم بعد مشروع قناه السويس ارتفع سقف الطموح والمقياس ايضا لانجاز اي مشروع قومي عملاق في مصر. بتنادي مشروعات ثانيه، مشروعات ثانيه يتم انجازها في نفس تانية. الفتره القياسيه وبنفس بالفعل. الكفاءه برضه وبنفس الروح والاخلاص. اعتقد ان اللحظه الان تحتم على متخذ القرار في مصر، على صانع القرار في مصر، ان يبدا في استغلال هذا الزخم وهذه الروح. الناس عادت تحتفل في ميدان التحرير مره اخرى بعد ان كان ميدان التحرير في نظر الكثيرين للاسف تحول الى رمز للخراب ورمز للاضطرابات، وكلما ينزل اليه الناس يقتل هذا ويقتل هذا ويحدث الصراع. الشعب المصري عادت اليه الثقه في نفسه، عادت اليه الثقه في ميدان التحرير الذي حوله البعض الى منابر لبث الكراهيه والعنف في مصر. اعتقد ان صانع القرار في مصر الان يجب ان يعمل على مسارين، المسار السياسي والديمقراطي في سرعه انجاز البرلمان المصري، وكما وعد الرئيس الا يمر هذا العام حتى يكون لدينا برلمان، حتى نخرج جميع الالسنه. العامل الثاني الاهم هو العمل، استغلال هذه الروح مرة أخرى على المسار العملي والاجتماعي، ويجب أيضا أن نسرع في عملية أن يرى الشعب ثمار ما أنجز خلال الفترة القادمة. دي حاجة مهمة جدا ونقطة هامة. بنشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ عبد المنعم حلاوة الخبير في شؤون الشرق الأوسط. شكرا جزيلا يا فندم. نشكركم مشاهدينا الكرام، نلقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من المشهد.